السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للامتحان الموحد المحلي لمادة الاجتماعيات للمستوى السادس. إذا نبدأ على بركة الله، نبدأ بمكون التاريخ. نقرأ نص الانطلاق: عثر على بقايا جبل إيغود أول مرة عام 1960 أثناء عملية استخراج معدن الباريت من المنطقة المجاورة، فقد عثر أحد عمال الحفر على جمجمة داخل جدران الكهف، ومن ثم استخرجها وناولها لأحد مهندسي الموقع، والذي احتفظ بها بدوره كتذكار لفترة من الزمن. وفي النهاية شقت تلك الجمجمة طريقها إلى جامعة الرباط، والتي نظمت رحلة استكشافية مشتركة بين المغرب وفرنسا إلى ذات الموقع عام 1961 بقيادة الباحث الفرنسي إيميل إينوشيفي. عثر فريق إينوشي على 30 أجزاء من بقايا ثدييات. في 2017 تمت عملية تأريخ البقايا العظمية لجنس الإنسان العاقل، كشفت عن عمر يتجاوز 300,000 سنة. وجد أيضا غزال مقطع بطريقة تسمح بأخذ نخاعه العظمي، وذلك بقرب بقايا نار عدة أحجار السوان بالعظام مرتبطة بالعظام محروقة وملقاة بعد استعمالها قرب بقايا نيران قريبة، سمحت بوضع تاريخ دقيق ب 315,000 سنة. إذا السؤال الأول: أملأ الجدول بما يناسب انطلاقا من النص. إذا ما هو موضوع النص؟ موضوع النص بقايا إنسان إيغود. إذا متى وقع الحدث؟ زمن الحدث إذا 1960. مكان الحدث، إذا مكان الحدث هو جبل إيغود. سبب الحدث: إذا أثناء استخراج معدن باريت من المنطقة المجاورة، حيث عثر أحد العمال على جمجمة إنسان. إذا سبب الحدث أثناء استخراج معدن باريت من المنطقة المجاورة. كما قلت، حيث عثر أحد العمال على جمجمة لإنسان عاش في المنطقة قديما. إذا نستخرج التاريخ الدقيق لأقدم بقايا الإنسان العاقل هو إذا 315,000 سنة. إذا 315,000 سنة. كان يسكن في الكهوف والأماكن المكشوفة. إذا في الكهوف أو الأماكن المكشوفة، نكتفي بالكهوف، ويعتمد في تغذيته على الصيد وقطف الثمار والقنص. ومن الأدوات التي استعملها الرمح
وأدوات تقطيع اللحم. إذن أعيد قراءة الإجابة. إذن التاريخ الدقيق لأقدم بقايا الإنسان العاقل هو 315,000 سنة. كان يسكن في الكهوف والأماكن المكشوفة ويعتمد في تغذيته على الصيد وقطف الثمار والقنص، ومن الأدوات التي استعملها الرمح وأدوات تقطيع اللحم. التمرين رقم 3، نوع الأنشطة الاقتصادية لسكان المغرب قديما في الحضارة الأمازيغية. الفلاحة، لدينا الفلاحة وتربية الماشية. أذكر اسم العدوتين اللتين بناهما الأدارس بمدينة فاس وتاريخ بنائهما. إذا لدينا عدوة الأندلس بنيت سنة 808، عدوة الأندلس بنيت سنة 808. ولدينا أيضا عدوة القرويين. بنيت سنة 908 ميلادية أيضا. إذن عدوة الأندلس بنيت سنة 808، وعدوة القرويين بنيت سنة 908 ميلادية. أملأ الفراغات بما يناسب من المصطلحات التالية: كورونا، دار السكة. إذن مؤسسة خاصة لضرب القطع النقدية العملات وإنتاجها. إذن هذه دار السكة. دار السكة. مرض وباء معدي انتشر من بلد آسيوي في دجنبر 2019 إلى جل بلدان العالم وأصاب ملايين الأشخاص وأدى لمقتل بعضهم. هذا هو مرض كورونا. السؤال السادس والأخير من مكون التاريخ، أعرف بزينب النفزاوية. إذن زينب النفزاوية هي زينب النفزاوية بنت إسحاق. الهواري. ولدت سنة 1039 ميلادية، 431 هجرية، وتوفيت سنة 1072 ميلادية، 464 هجرية، من قبيلة، نكمل هنا، من قبيلة نفزاوة الأمازيغية. وهي زوجة يوسف بن تاشفين. إذن هي زينب النفزاوية بنت إسحاق الهواري، ولدت سنة 1039 ميلادية، 430 هجرية، وتوفيت سنة 1072 ميلادية، 464 هجرية، من قبيلة نفزاوة الأمازيغية، وهي زوجة يوسف بن تاشفين. مكون الجغرافية، أضع سطرا تحت عدد قارات العالم. إذن ما هي قارات العالم؟ خمسة. عدد قارات العالم خمسة، ستة أم سبعة؟ إذن عدد قارات العالم هي ست. أذكر جميع هذه القارات. إذن لدينا إفريقيا، أوقيانوسيا، أوروبا، آسيا، أمريكا، والقارة المتجمدة الجنوبية.
إذا إفريقيا، أوقيانوسيا، أوروبا، آسيا، أمريكا، والقارة المتجمدة الجنوبية. إذا أكتب صحيح أو خطأ أمام العبارة التالية: خط الاستواء هو الخط الأصلي لخطوط العرض، صحيح أم خطأ؟ إذا خط الاستواء هو الخط الأصلي لخطوط العرض، نعم صحيح. يقع المغرب شرق خط غرينتش، إذا خطأ. يقع المغرب في أقصى غرب شمال إفريقيا، نعم صحيح. يقع المغرب أقصى شمال إفريقيا، غرب شمال إفريقيا، نعم صحيح. أضع أسماء عناصر الخريطة وفق الأرقام لتعرف حدود بلدنا المغرب. إذا أضع أسماء عناصر الخريطة وفق الأرقام لتعرف حدود بلدنا المغرب. إذا رقم واحد المحيط، هنا هنا المحيط. رقم اثنان الجزائر، تحد المغرب شرقا. ثلاثة موريتانيا. ورقم أربعة البحر الأبيض المتوسط. اذكروا المناخين السائدين في المغرب. إذا المناخين السائدين في المغرب هو المناخ المتوسطي والصحراوي. إذا المناخ المتوسطي والمناخ الصحراوي. أعرف خطوط العرض. إذا خطوط العرض هي خطوط وهمية غير متساوية فيما بينها، وعددها 180 خط عرض. والخط الأصلي وخط الاستواء درجته صفر، وتفيد في تحديد النطاقات المناخية. إذا نكتب خطوط وهمية غير متساوية فيما بينها، وعددها 180 خط عرض. والخط الأصلي هو خط الاستواء. هو خط الاستواء. درجته صفر. وتفيد في تحديد النطاقات المناخية. تفيد في تحديد النطاقات المناخية. إذا السؤال السابع: لماذا يختلف التوقيت في العالم؟ إذا لماذا يختلف التوقيت في العالم؟ إذا من حيث اختلافات النطاقات الزمنية حسب خطوط الطول. إذا من حيث اختلاف النطاقات الزمنية حسب خطوط الطول. إذا ننتقل للتربية المواطنة. إذا أكتب أمام كل عبارة أحد التعابير التالية: حق، واجب، أو مسؤولية. إذا التنقل بحرية من البيت إلى المدرسة هو حق. تعرف قواعد المرور واحترام، إذا هو مسؤولية. يعبر الطفل عن آرائه بحرية، إذا حق.
احترام الرأي الآخر. إذن احترام الرأي الآخر واجب. أعرف معنى الحياة الخاصة للشخص. إذن الحياة الخاصة للشخص هي كل المعلومات، هي كل المعلومات التي تخص الشخص وله الحق في تقرير نشرها وعلى الآخر احترام هذه الخصوصيات. إذن السؤال الثالث، أرتب مراحل إعداد ميثاق القسم، أقرأ العبارات. إذن تخصص في أسفل الورق المقوى مكانا للتوقيع، لمكان توقيعاتنا. إذن نخصص في أسفل الورق المقوى مكانا لتوقيعاتنا. نصنف قواعد الميثاق إلى ما نلتزم بتنفيذه وما نلتزم بتجنبه. نضع نص الميثاق في مكان مناسب يراه الجميع المتعلمين. نسجل قواعد الميثاق التي اتفقنا عليها على ورق مقوى. إذن أول مرحلة هي نصنف قواعد الميثاق إلى ما نلتزم بتنفيذه وما نلتزم بتجنبه. ثاني مرحلة، نسجل قواعد الميثاق التي اتفقنا عليها على ورق مقوى. إذن المرحلة الثالثة، نخصص في أسفل الورقة مكان لتوقيعاتنا. وفي الأخير نضع نص الميثاق في مكان مناسب ليراه جميع المتعلمين. السؤال الرابع، أشارك بمقترحات في وضع ميثاق قسمنا. إذن بعض المقترحات، أحترم زملائي وزميلاتي في القسم المشاركة وإبداء الرأي بحرية، الحضور في الوقت. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.